وكمان واحدة من القضايا اللي حملناها بإنت حر، ولأنه على طول ما بننسى القضايا اللي بنطرحها، هي قضية أوكار الدعارة إذا بتتذكر. وكل مرة كنا نحكي وضلينا نقول انتبهوا، لأنه المرض بينتقل من وكر الدعارة لقلب البيت. وكل مرة منقول إنه ما في خطة صحية واضحة لهالبنات يلي بيشتغلوا بالدعارة واللي بيبيعوا أجسامهم. ليلى مثل كتار، بس الفرق إنها تشجعت وحكيت، علت صوتها اليوم بانتحر. ليلى عاديها زوجها بالسيدا أو بالإتش آي في، واليوم بعيد الأم حبينا نضوي على هالأم يلي تدمرت من ورا غلطة زوجها ومن ورا أنانيته، وعم تدفع حق غلطه هي وولادها الصغار. شوف تقرير. تزوجت ومن بعد 4 سنين اكتشفت انه عداني بالسيدة. اكتشفت انه معي هذا المرض. قال لي انت حامل الفيروس، انت مناعتك كتير قوية، عشان هيك ولادك ما صار معهم الايدز. هاللي حامل هذا المرض مثل النبتة اللي بيحطوا لها كيماوي، مثل النبتة، يعني مش نبتة طبيعية عم تنمى نمو طبيعي، مثل النبتة اللي بيحطوا لها كيماوي، اللي بيحطوا لها أدوية، بيحطوا لها لتعيش. أنا لما كان يطلبوا منه فحوصات كان يخوت ويجم، حتى فحوصات عادية مش إنه فحوصات لزواج، ما يقبل يعمل فحوصات. تأكدت إنه هو كان عارف إنه معه هذا المرض، أكيد كان عارف، بس كان عم يكذب علي، يمكن هو كان عم يغشني. ببين هذا الشيء لاولادي انه انا مره مدمره، بس انا جواتي انا مره مدمره محطمه، ما في احلام، ما في شيء، ما في شيء انه احلم له او فكر فيه. صارت العالم تخاف مني، صارت العالم تخاف من اولادي، صار ما بقى حدا يجي لعنا، صاروا اذا ولد صغير عم يلعب مع اولادي يبعدوه عنهم، خافوا ما يعدي يفكر انه اولادي اشبون شيء، يخافوا يسلموا علي، يخافوا يفوتوا لعندي، احسن ما يشربوا قهوه، احسن ما ينعدوا. أنا وقت إذا قال لي كان قايل لي إنه ولادك إشبون شيء، أنا كنت مستعدة إنه أقتله، قتل موت، فوت على الحبس ما بيأثر، بس إنه ما كان ولد يكون إشبون شيء شوي صغيري. أنا نزلت على المحكمة لحتى أتطلق، فقابلت القاضي هونيك وقلت له إنه أنا قصتي 1 2 3، انه انا بدي هيك وبدي هيك وبدي هيك. صار يقول لي ما في لك حق وما في. طب قلت له اذا مثلا حدا انه اذا زوجي اذيني وهيك انا ما بيطلع لي حقوق اذا اتطلقت؟ قال لي ما بيطلع لك شيء. بدي اطلب من النسوان انه يكونوا كثير واعيين، كثير 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 مش شوي، يكونوا كثير واعيين، كثير يفكروا، لانه اول شيء ببلدنا هون بلبنان اول شيء ما في حقوق للمراه، بتاكل حقها من كل الناحيات، بتاكل حقها كانوا من الشرع ولا من الدين ولا من القانون، بتاكل حقها، وانا وحده منهم يعني، بتاكل حقي وما عندنا حقوق، ما عندنا شيء. خبرهم شو في معي؟ قول لهم شو في معي؟ خبرهم شو؟ خبريهم خبريه، هلا انت أنا بحبهم كتير كتير ومستعدة أعمل كل شيء كرمالهم، بس إنه هالشغلة إنه مش بإيدي أنا، إنه صارت هيك معي، وما بدي يستحوا في إنه أمي هيك، أمي صارت فيها هيك. في كتير هون بلبنان نسوان حاملين هيدا الفيروس، بس ما عندهم الجرأة إنهم يحكوا. هلا أنا لو حدا حكي هيدي القصة قدامي إنه كنت استفدت منها، إنه كنت ما كنت قبلت إلا ليعمل فحوصات لحتى إنه ثبت زواجي.
هالأم اللي شفتوها ليلى نحن خبيناه لوجهها، لأنه مثل العادة المجتمع بيحكم على الناس قبل ما يعرف شو الحقيقة، وقبل ما يعرف أنه ليلى كل ذنبها أنها مزوجة. ولادها ثلاثة لليلى بتأسف، ولادها ثلاثة أنه مبارح يكونوا عرفوا أنه بيهم نقل السيدة لأمهم، مبارح عرفوا أنه أمهم صار لسنين عم تتعذب وساكتة كرمالهم، ومبارح مبارح عرفوا انه حظهم حلو لقالهم هني، وانه ما انتقل المرض لقالهم مثل ما كنت هي عم تخبرنا، ومبارح عرفوا شو معناتها ام، مبارح عرفوا شو ممكن تعمل الام وتضحي كرمال ولادها. ليلى ما عم تاخد الدواء اليوم، وليلى ما بدها تاخد الدواء اليوم لانه وضعهم المادي مش منيح، ومش قادره انها تطلق بنفس الوقت لانه رح تنكب الشارع، ولانه الدين ما رح يعطيها حقها مثل العاده عندنا بلبنان، دين مشحف بحق المرأة اللبنانية، دين بكتير من الأوقات بيطلب من المرأة أنها تخبي مشكلتها وأنها تنستر، وبيقولوا لها عيب والمجتمع وأنت ممنوع تحكي وما لك حقوق، لأنه ما بيطلع لها شيء إذا تركت البيت، وبيقولوا عنها أنه هي ما بتسوى أصلاً إذا تجرأت فلت من البيت. يعني صراحة الشيخ اللي قال لها هيدا الكلام قضى على أمالها لهيدي الأم يلي مش مزبوط أنه ما بيطلع لها شيء، فيها تفتش على شغل، فيها تكون امرأة ناجحة، امرأة عاملة، تترك البيت تأسس حياة جديدة. هيدا الاستسلام يلي عم بيخلوكم توصلوا لقلو مش لازم يصير عند ولا مرة لبنانية، عند ولا أم. ودور ولادها والليلة أنا بوجه لهم هيدا الرسالة وبطلب منهم وقفوا حد أمكم مثل ما هي قتلت حالة كرمالكم، ويمكن هي تعيش وهي ومعها السيدة أكتر من أي حدا صحته منيحة. وبقلك ما تستسلمي ليلى، ممنوع تنكسري، أنا الليلة بقلك ممنوع تنكسري. للأسف عن جد معقول قديش في ظلم ببيوت الناس، يعني يلي بيضربها زوجها ما بيطلع على شيء، يلي مثل ليلى لازم يروحوا على الموت من وراء غلطة زوجهم بالبيت، هيك نوع رجال وأزواج عن جد لازم يروحوا على الحبس. هيدي كمان تعتبر جريمة، خرب لحياتها لمرته، خرب لصحتها، خرب عيلته من وراء أنانيته، من وراء غريزته. والليلة لازم نستفيد من تجربتها لليلى لنقول لكل رجل دين كيف بتقبل تجوز اثنين بدون فحص دم كرمال شوية مصاري زيادة؟ كيف بعدنا لليوم قادرين ببعض المختبرات نبيع فحوصات الدم ندفع مصاري زيادة لنزور؟ والليلة كمان لازم نستفيد لنقول لكل مرة من هيدي الحلقة أو من تجربة ليلى، اوعى تقبل تتجوز بلا فحص دم واضح. ليلى اليوم وعفوقة ما تنغشوا بالمظاهر، في كتير ناس مرتبين بيلبسوا بدلات ومن عيال محترمة وبيبقى معهم أمراض وبيبقوا في ماضيهم فيه حقائق مرة كتير وممكن تورطكم. ليلى اليوم انت منك ام عادية، اليوم كل الاحترام لإلك بهيدا العيد لانك ام عم بتضحي كرمال ولادها، ضحيتي كرمال جوزك كفاية، وضحيتي كرمال بيتك، ودفعتي تمن نظرة هيدا المجتمع المعقد ونظرة الاديان يلي بيخبوا المشكلة بدل ما يحكوا فيها ويحلوها. في امل؟ اكيد دايما في امل، بس الاهم هي الارادة، بتكون تضلوا قوية، وهيدي قصة الارادة ما بتبلش الا من عندكم انتو الا من عندك انت يا ليلى. بريك ومتابع انتحر. بعد أن خسرت زوجها وقبل أيام على ولادة طفلها الثاني، مي سحاب ضيفة انتحر الليلة. حياة صدقة، أم ذاقت كأس الشهادة مرتين ولم تستسلم في حب الجيش والوطن. ماذا يرد دولة الرئيس سعد الحريري على رسالة كفا؟ حكاية أم سريلانكية عاملة ربت وكبرت وعلمت ابنتها في لبنان. أمهات الاس او اس، حكايات دم مختلف وأمومة في قلوبهن.